السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم في أحسن أحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الحلوة سهلة، مكوناتها بسيطة، كتوجد بسرعة، يعني ما كتاخدش لكم واحد الوقت وما فيهاش المكونات بزاف. كتوجدوها للغوتي أو للوليدات كيبغوا ضروري شي حاجة في العشية هكذا، أو لا كيمشيو للبحر أو لا يجي عندكم شي حد، يعني كتحتاج هاد الحلوه هذه تكون دائما في الدار في العشيه. دابا كتعرفوا الصيف كيجي شي حد عندكم على غفله هكذا، فضروري كنحتاجوا بحال هاد الحلوات هكايا اللي كيكونوا هكايا مقرمشين وسهلين، وكديروهم ترافقوهم مع اتاي او لا قهوه او لا عصير اي حاجه، يعني حلوه سهله وبسيطه ومقاديرها يعني متوفره في كل بيت تقريبا. غادي نبداو ان شاء الله بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غادي نحتاج 4 ديال البيضات، غادي ناخذ 2 بيضات كاملين وجوج غادي ناخذ ليهم غير البيض ديالهم، والصفر غادي نخليه ان شاء الله غادي ندهن به الوجه ديال الحلوى. غادي ندير رشه ديال الملح لتعديل الذوق، وغادي نضيف كاس ديال السكر سنيده. غادي نضيف ان شاء الله هنايا عندي واحد ساشيه الفاني، غادي غير نطربهم واحد شوي. البيض من الاحسن يكون بالحراره ديال المطبخ، دابا كاينه الحراره بزاف، واخا يكون في الثلاجه جبدوه غير شي نص ساعه هكذاك وخدموا به. غادي نضيف كاس ديال الزيت النباتيه، وغادي نضيف ان شاء الله عندي هنايا 2 معالق كبار ديال الكوك اي جوز الهند. غادي نضيف 2 معالق كبار يكونوا عامرين، ومعلقه كبيره ديال العسل تكون عامره مزيان، اولا غادي تاخذوا 2 معالق ما يكونوش عامرين بزاف. انا خديت هنايا معلقه وحده عامره. صافي غادي نخلط ان شاء الله المكونات هكذا مع بعضهم، ماشي بزاف يعني، راه دغيا دغيا غير شويه طربوا غير شويه غير كينسجموا مع بعضهم. صافي كنبدا نضيف شي شويه الدقيق شويه بشويه الدقيق. هنايا الدقيق ما غاديش نعطيكم كميه لان غادي كنديروا الدقيق على حسب الجوده ديال الدقيق وعلى حسب الحجم ديال البيض. وغادي نضيف واحد الخماره من فئه 8 غرام. هنايا الدقيق ديجا غربلتو، واخا هكذاك كان منين تبغيو توخي يعني غير الحلوه ماشي بحال الكيك، فضروري الدقيق يكون مغربل. صافي غادي نحاول نجمع الخليط غير بيدي. صافي ما غادي نحيد الفوي ما غاديش نحتاجه، وغادي نبدا ان شاء الله نضيف الدقيق شويه بشويه حتى غادي تجمع ليا الخليط ديالي او عفوا العجين ديالي. يعني مكونات راها ساهله وبسيطه، واخا غادي تبدا تلصق لكم شي شويه في اليد، فراه غير غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. صافي غادي تمسك العجينه مزيان. صافي هذا هو القوام اللي محتاجه فيه بحال هكذا، غادي تشكلوه غير على شكل كويره كتعرفوا هكذا كيتكور. صافي كتخليوه، صافي كتحبسوا من الدقيق. غادي نقسم العجين على 2 انا باش نصاوب 2 تشكيلات بعجين واحد. صافي غادي ناخذ وغادي ناخذ واحد البلاستيكه، بلاستيك عادي ديال الدار اللي كنديروا فيه الخبز او اللحم او الخضره. غادي نسرح فيها هاد العجينه الاولى، لاط راني درت فيها البابي كويسون، والفرن راني درتو كيسخن، درتو كيسخن على 180 درجه. صافي غادي نحاول غير نسرح هكايا لاباط مزيان، يعني غادي نخلي فيها واحد السم كيكون غير نص سنتيم، يعني ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه. هنا ماشي بغينا نديروه فحال الصابلي، تجي شي شويه غليظه على الصابلي وما تكونش غليظه بزاف، لان حنا حاجتنا به يكون هكا يرقيق شويه باش يدخلوا الطياب ان شاء الله مزيان. صافي غادي ناخذ هاد القطاعه هادي فيها 6 ديال السنتيم، وغادي نحاول نشكل بها مربعات. بغيتو تعملوا على شكل القطاعات اللي عندكم، ديروا الاشكال اللي بغيتو. صافي غنحاول هكذايا نقطع، ديروا دائما قربوا باش ما تضيعوش العجينه بزاف. صافي مع ملي كديروا بلاستيك، هنايا انا ما كنديرش الدقيق، كندير البلاستيك من الاحسن باش كيتحيدوا ليا بسهوله، لان مع السكر والعسل راه كيبقاو يلصقوا، فمن الاحسن ديروا تفرشوا ليهم بلاستيك هكذا كيتحيدوا بسهوله. وغادي نبدا نستفهم ان شاء الله في اللاطه حتى غادي نكمل هذا الشكيل هذا.
بالنسبه للشكل الثاني غادي ناخذ ان شاء الله عاود لاباط غنطلقها مزيان بنفس الطريقه. حاولوا تسرحوا البلاستيكه مزيان باش ما يجيبش ليكم فيها دوك التنيات وغادي يجي الشكل ديالها ما كيجيش جميل. غير حاولوا تسرحوا البلاستيكه مزيان صافي. غادي ناخذ هذا السيركل هذا حتى هو القطر ديالو 6 ديال السنتيم. غادي نحاول نشكل بها هكا يا اقراص، يعني نشكلوا الاشكال اللي بغيتو. المهم الاساس هو الخليط اللي غادي المكونات اللي صوبنا بهاد الحلوه هذه، ديك الساعه كتشكلوها كيما بغيتو. صافي غادي ناخذ غير واحد غلقه هكا صغيره ديال اي قرعه عندكم ولا شي حاجه، كتحاولوا نديروا هاد الفراغ هذا اللي الوسط صافي، غير باش كيجي الشكل ديالها والمنظر ديالها كيجي جميل. نبدلو شي شويه على قرص عادي وغادي نستفهم ان شاء الله في اللاطه. هنايا ما كنديرش الدقيق باش هذاك الفائض ديال العجينه اللي كيبقى ليا كنعاود نشكلو، كيجي مزيان وما كيجيش مشرب ليا بالطحين، ما كيقصح ما والو. صافي هنايا خديت داك الصفر ديال جوج بيضات اللي في الاول البياض ديالهم اللي خدمت به، درت ليه شي شويه ديال قطرات ديال واحد ثلاثه ديال قطرات ديال الخل، وغادي ندهن به الوجه ديال الحلوه ديالي. الا بغيتو ديروا قهوه سريعه الذوبان حتى هي راه كتجي مزيانه، اولا الا بغيتو ديروا الدهنوا غير بالحليب حتى هي راه كيجي مزيان. وغادي نشرطها هكايا غير بالفرشيط، ندير لها هاد الشكل كيجي جميل هكايا بالفرشيط. الا بغيتو تخليوها عادي راه كيبقى عادي هكا مزيان حتى هو كيجي زوين. وغادي نضيف هنايا بالتزيين، غادي نضيف شويه ديال لوز ايفيلي من الفوق. ممكن ديروا اللي متوفر عندكم في الدار، ديروا كاوكاو اولا ما ننصحكمش ما ديروش الكوكو والكونفيتير، لان دابا الحراره راه هذاك الكوك كيحمض هو والكونفيتير ما كيبقاش المذاق ديالهم زوين. راه الا كانت الحلوه تتكال في نهارها راها مزيانه، حيت هي ما غتجي لا في الثلاجه لا والو، لان كتبرد ما كتبقاش مزيانه. صافي هاد الشكل هذا انا كملته، دابا غادي نصوب ان شاء الله هاد الحلوه اللي على شكل اقراص ولا دوائر، حتى هي غادي ندهنهم ندهن ليها الوجه ديالها بالصفار ديال البيض. فكيما قلت لكم الكونفيتور دابا منين كيخرج من القرعه ديالو صافي راه ما كيبقاش برا مزيان. صافي هاد اللطه هادي غادي ندخلها الفرن لان الفرن سخون. غادي ننقص الفرن على 170 درجه وغادي نخلي ندير اللطه في الوسط، وغادي نخليها تحمر بشويه من الفوق ومن التحت. صافي هنايا غادي ندير شويه ديال هنايا لوز كونكاسي في الوجه ديال الحلوه، حتى هي كيجي الشكل ديالها جميل هكايا بهذه الطريقه هكا. ممكن تخليوهم حتى تخرجوهم ودهنوهم شي شويه ديال العسل. العسل من الاحسن ديروا العسل على الكونفيتور، ديروا شويه ديال العسل وديروا الا كان عندكم اللوز محمر اولا كاوكاو محمر اولا حتى الكوك يجي مزيان، غير هي الكوك ما كيبقاش مزيان برا دابا. صافي هذا منين خرجتهم من الفران هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجي رائع وكيجي محمرين وطيبين وكيجيو مقرمشين، يعني كتجي واحد الحلوه على شكل بسكوي، كتجي شيشه ماشي شيشه غنقول لكم ولكن مقرمشه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الاقتراح ديال اليوم، وما تنسونيش بلي لايك وبالتعاليق الجميله ديالكم اللي كتفرحني دائما. وإلا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وانتم كتشوفوا الحلوه كتجي رائعه وكيجي واحد المذاق فيها رائع، مكونات بسيطه. الا كنتو بغيتوا تزيدوا فيها شي هكا الزرارع بحال النافع وحبه حلاوه ولا زنجلان راه كيجي فيهم رائع، اذا كانوا عندكم متوفرين في المنزل راه كيجي حتى المذاق فيهم كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، شكرا لكم ومع السلامه.